بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الاورتيك ستينوزس ايتيولوجي. طبعا احنا كنا قلناهم قبل كده تريس باي تريس كده على الجروب، انما النهارده ان شاء الله هنجمعهم في الـ5 دقايق اللي جايين دول. طبعا احنا كلنا عارفين ده ترانسوسوجيال 3 دي على شورت اكسس على الاورطه. طبعا الكاسبس ايدنتيفيكيشن احنا قلناها قبل كده، برضو نعيد عليها تاني. اول حاجه القصب اللي قصاد الانتر اتريسيبتم ده النون كورونري قصب، ايه اللي هتبقى يمه الليفت على طول، ليفت البيشنت طبعا او الرايت بتاع ايدانا بتبقى الليفت كورونري قصب، وطبعا ديت الانتيرور لان انا هنا ترانسوسوجيال هتبقى الرايت كورونري قصب. ديت ان شاء الله هنقول بعد كده الاورتيك فالف والكاسب سايد ايدنتيفيكيشن بتاعته، ودي سهله جدا، بس احنا بس عشان خاطر نشوف ادي وايد السيبريتد كاسبس، مفيش اي ليميتيشن للاكسكيرشن بتاع كل الكاسبس، يبقى ده ابارنتلي نورمال اورتيك فالف. طيب تايبس بتاع الاورتيك ستينوزس، احنا عندنا فالفولار اورتيك ستينوزس، عندنا سب فالفولار اورتيك ستينوزس وسوبرا فالفولار. السب فالفولار بيكون او بيتقسم الى فيكسد ودايناميك اوبستراكشن. طيب ادي الايتيولوجي اوف فالفولار بقى رقم واحد والموست كومن اللي هو كالسيفيك ستينوزس اوف تراي ليفلت فالف اللي هو السكرير كالسيفيك اورتيك فالف، وده طبعا الموست كومن. ماشي. طبعا بيبقى فيه اولا الكوميشر نوت فيوزد كوميشر، كوميشر بتبقى فاتحه خالص لغايه الاورتيك وول نفسه، مفيش اي كالسيفيكيشن او فيوزد كوميشر. بعد كده الاوبننج بتاعته ستيلت شيب بيبقى عامله زي شبه النجمه. بعد كده بايكاسب اورتيك فالف، بس لازم الشرط الثاني يكون عليها سوبر امبوزد كالسيفيك تشينجز. البايكاسب اورتيك فالف نفسه بيرسي بدون اي سكيلو كالسيفيك ديجنريشن بيبقى نورمال، او بيبقى نورمال اورتيك فالف يعني نورمال كهيمودينامكس، انما الاكتر بيبقى معاه اورتيك ريجرجيتيشن. فلازم عشان البايكاسب يعمل اورتيك ستينوزس لازم يكون عليه سوبر امبوز كالسيفيك تشينجز. ماشي. اوكي. بعد كده الروماتيك فالف ديزيز، وطبعا الموست كومن عندنا. ماشي. اول حاجه بيبقى فيه كوميشرال فيوجن، لما يجي اشوف الاوبننج بتاعت الاورتيك فالف هنشوف كل ده على التريس اللي جاي ان شاء الله، بتبقى تريانجولار، وطبعا الكاسبس نفسها بتبقى سكند في بعض الاحيان بتبقى كالسيفيك، بس اهم حاجه ان بيبقى فيه كوميشرال فيوجن. اخر حاجه اللي هو الكونجينيتال اورتيك ستينوزس زي مونو كاسب اورتيك فالف، وهنقوله برضو دلوقتي. ادي صوره من الكالسيفيك اورتيك ستينوزس، ازاي اول حاجه ان الكوميشرز نفسها نوت فيوزد مفتوحه لغايه الاخر، وبعد كده الايدج بتاعته ما عليهاش حاجه، انما البيز عليها كالسيفيكيشن اهي بتاعه الايه. طبعا احنا بنلاحظ ديت في الترانس ثوراسيك العادي او حتى الترانس اسوفجيال، لازم يكون 3 دي عشان خاطر اشوف الكالسيفيكيشن اللي موجود على البيز. يبقى احنا عندنا الحاجه اللي هتفرقنا ما بينه وما بين الروماتيك، اول حاجه نو كوميشرال فيوجن، وتاني حاجه مهمه جدا الفتحه بتاعته ديورنج سيستري دي ستيلت شيب او شبه النجمه. ماشي. 10-15% في اورتيك سكليروزس بروجريس لسيفير اورتيك ستينوزس. طبعا الكالسيفيكيشن على السايد بتاعت الكاسب نو كوميشرال فيوجن، والفري ايدج اوف كاسب ار نوت انفولفد ستيلت شيب زي ما قلنا. ادي صوره زي ما قلنا بالظبط للسكليرو كالسيفيك اورتيك فالف او السكليروتيك او ديجنريتيف ستينوزس للاورتيك فالف. ماشي. هنشوف هو فاتح اهو، ادي الكوميشر كلها مفتوحه. ماشي. نو كوميشرال فيوجن، وادي الكالسيفيكيشن على الكاسبس بتاعتنا كلها موجوده اهي. اوكي. بعد كده البايكاسب اورتيك فالف، قلنا البايكاسب بيرسي نفسه ما بيعمليش اورتيك ستينوزس، اكتر اورتيك ريجيرج، بس لما يكون في بقى ديجنريتيف تشينجز وكالسيفيك ديبوزيشن على البايكاسب فالف بيعملوا لي الاورتيك ستينوزس. دي التايبس بتاع البايكاسب اورتيك فالف، وقلنا الموست كومن او تايب 1 الفيوجن ما بين الرايت اند ليفت
كورونري كاسب، وده بيمثل 70 ل 80%. بعديه الرايت والنون كورونري من 20 ل 30%، والرير ان يكون فيه ليفت اند نون كورونري كاسب فيوجن. اوكي، ادي مثال للروماتيك هارت ديزيز او الروماتيك اورتيك فالف. اول حاجه شايفين ادي الفالف اهو، الكوميشر فيوست ما هياش واصله لغايه الاورتيك وول، ماشي؟ ده رقم واحد. رقم في سكند للايدج نفسها، لما اجي افتح الفالف نفسه هلاقيه تريانجولار ان شيب، ماشي؟ وده تيبيكال اورتيك فالف روماتيك افكشن اوف ذا اورتيك فالف او روماتيك فالف ستينوز، اورتيك فالف ستينوز. ده ديفرنشيشن ما بين الروماتيك والكالسيفيك. اهم حاجه في الكوميشن في الروماتيك فيوزد والكالسيفيك فري، الشيب بتاعنا شكله تريانجولر في السيستول وشكله ستيليت شيب في الكالسيفيك اورتيك ستينوزس. اسوشيتد بقى ليجن زي المايتر ستينوزس او اذر روماتيك افكشن لاذر فالفز تبقى كومن مع الروماتيك ومش كومن مع الكالسيفيك. الايدج بتاعنا هنا بيبقى يانج، هنا بيبقى اولدر شويه في الكالسيفيك اورتيك ستينوز. بس لو كان سوبر امبوز كالسيفيك جينيريشن على بايكاسبيد اورتيك فالف بيعمل لي برضو بيبقى ان يانج ايه ان يانج انديفيدوالز. بعد كده الحاجه الرير اللي هو المونوكاسبيد اورتيك فالف. المونوكاسبيد اورتيك فالف لا اما عندنا يونيكوميشرال يونيكاسبيد اورتيك فالف لا اما اكوميشرال. الفرق ما بينهم هشوف الفالف بيفتح هنا بكومن كوميشرال، كوميشر واحد بس، انما الاكوميشرال بيبقى عباره عن سمول هول ان لارج هول، ماشي؟ وما بقاش فيه اي كوميشر خالص. طبعا اليونيكاسبيد اورتيك فالف زي ما قلنا يونيكوميشرال واكوميشرال لازم تدور فيه على الاورتوباسي زي بالظبط البايكاسبيد اورتيك فالف، وكومن فيه بيبقى اورتيك ستينوز مش اورتيك ريجيرش. والرير بتاع ده رير بيمثل 0.02% في الانديفيدوالز. طيب بعد كده السب فالفولر بقى. السب فالفولر هتيجي عندي لاما فيكسد سب فالفولر. فيكسد سب فالفولر ده اللي هو فيه سب اورتيك ممبرين، اتغير اللود سواء الفوليوم اوفر سواء البري لود او الافتر لود، هو فيكسد اوبستراكشن ان الممبرين موجود، ده بيكون مع السب فالفولر اورتيك سب فالفولر او سب فالفولر اورتيك ممبرين. او ممكن يكون الممبرين بدل ما هو ديسكت ممبرين كده ممكن يكون عباره عن ماسكولار ريتش، وده كان في طفل صغير عنده 10 سنين وكان في ماسكولار ريتش وعامله لي سب فالفولر اورتيك ستينوزس. طيب او دايناميك طبعا اللي هو اللود ديبندنت بيكون في العيانين اللي هم الاتش سي ام. طبعا زي ما واضح في ماركت هايبرتروفي للسيبتم وحتى البوستير وور، وفي عندي سام واضحه جدا، وده فيه ليفت فينتريكولا اوت فلو تراكت اوبستراكشن. ثالث نوع بقى اللي هو السوبرا فالفولر اورتيك ستينوزس. سوبرا فالفولر اورتيك ستينوزس زي ما احنا شايفين كده، انا جايبه هنا 3 دي فوليوم فول فوليوم هنشغله. بص هنشوف دلوقتي ادي الفالف اهو، الاورتيك فالف اهو قدامي، ماشي؟ وتحتيه عبارة عن ماسكولار ريدج في البوث سايدز بتاعت الاورتيك وول. ادي الفالف اهو تحتيه في هنا ريدج عاملة سوبرا فالفولر اورتيك ستينوزس. طيب لما نيجي نشوف التايبس بتاعته لما اور جلاس زي الصورة اللي فاتت، ده تايب 1 بيبقى عبارة عن تو ريدجز كده فوق الفالف نفسه، بيبقى عامله لي زي شكل الساعه بالظبط، ويبقى ده تايب 1 سوبرا فالفولر اورتيك ستينوزس. لا اما ممبرين جاست ممبرين كده فوق الفالف نفسه يبقى ده تايب 2، او بيبقى في ديفيوز ناروينج بقى للاسندنج اورتا والساينسس والساينوتيوبر جانكشن، ويبقى ده تايب 3 سوبرا فالفولر اورتيك ستينوزس. وشكرا لحضراتكم.